السلام عليكم شباب، اخيرا ادري فزيتوا. المهم الفلوج ما السياره المنتظر هذا هو، اتمنى لكم مشاهده ام الممتعه. اليوم سويت شاي عراقي الساعه 8 الصبح، قعدت بالنسبه لي من وقت حتى راح ازايد على سياره من بيتي. اشكر احمد كريم عايش بهيوستن، واحد من اصدقائي اللي يفتهمون بهاي السوالف، هو ساعدني فتح لي حساب بالاي اي اي اللي هو موقع انا مود اشتري من عنده سيارات، وراه هو حتى راح يسحب لي اياها وعنده معلومات وخبره بهاي السوالف كلها من واحد للمليون. فاني داخل بهذا المجال جديد او حاب اتعلمه، انا حاب ادخل بكل شيء، حاب اتعلم كل شيء. فاحتمال السياره اليوم هاي حتصير من نصيبي، واحتمال كبير همينه انه ما تصير من نصيبي. واحده من السيارات اللي انا مختارها انه عاجبيني اشوف اسوي عليهم مزايده هي هاي الانفينيتي كيو 60 2017. تخبل كلش حلوه هاي، دعمتها جدا بسيطه. كلين تايتل، يعني تعرفون شو يعني كلين تايتل؟ يعني مالت الايرباكس طاقات، يعني انه مو سالفج، يعني هذا كل شيء ياثر بالبيع. هذا المفتاح مالتها ومال الانشورنس طبعا، هاي اهم شيء همينه. هنا يروك المحرك مالتها يشتغل، فاساني حاليا دا اسمع صوت المحرك وفيديو حقيقي. اما هنا فيديو 360 درجه تقدر انت تتحرك مثل ما انتم شايفين. فهاي من السيارات الخنفشاريه الانفينيتي سوتها اللي انا يعني كلش احبها الصراحه، وكوبها من الرياضيه يعني انه بابين. تدوس هنا لفوق يرويك الداخل مالتها ايضا هم 360. شوفوا ما شاء الله ايش قد حلوه، فهي سياره جدا راقيه، يعني كانه انت مشتري لك لكزس راقيه او هيك شيء. ماشيه 22000 وصايره بساوث كارولاينا. الى حد الان واصله 12000 وممكن توصل، الله اعلم، ممكن الله وكيلكم توصل لل 20000، الله يستر. فقبل ما ازايد عليها وانا هذا الشيء سويته قبل، لازم اشوف اسعارها بالسوق هي بيش تنباع اقل شيء، واحط سعر بدماغي انه فوقها ما راح ازايد اكثر حتى ما يغرني وراها اخسر. اسعارها ما بين ال 25000 دولار اقل شيء وال 35000 دولار هاي بالسوق، يعني بين ال 25 وال 35000. شوفوا اذا اشتريها ب 15000 هاي السوالف كلها راح تلحقها، بالنهايه تصير 15838، يعني 1000 دولار زايد لازم تحطهم فوق سعرها اللي انت راح تربحها به، ولازم احط 600 دولار على النقل مالتها لهنا. حاليا بالمزايده السياره رقم 49 وصلوا، بالنسبه لل 400 او 500 سياره اليوم ده تنباع الساعه 8:30 بنورث كارولاينا وساوث كارولاينا. قاعد ابوع السوق السيارات القديمه، يعني ده تنباع بفلسن 400 دولار، 300 دولار. اما السيارات الحديثه مثل اللي انا اختارها للاسف يعني عشرات الالاف. فاني السياره الحزايد عليها رقم 135. شوفوا هاي الضربه مالتها من قريب كلش، يعني حتى التاير شويه مضروب او ماكل من عنده، ودعمتها سيارة حمراء أو برتقالية طبعا، وحتى هنا أكو طعجة، فهي كلها لازم تنحسب بالبال. كل هاي التصليحات راح تكلف يمكن 3000 ما أدري قد، فلازم تحسبها. فبهاي الحالة أقول يا رب إن كانت خيرا لي اكتبها لي واجعلها من نصيبي، وإذا ما بها خير إلي يا رب أبعدها عني. فالإنفينيتي كيو 60 اللي أنا راح أشتريها إذا الله راد هي 2017، وال 2017 أكو منها هاي الأربع أنواع، عبالي ثلاث أنواع، أكو أربع أنواع ماتي 3.0 البريميوم ماتي. فإذا صلحتها وكلها بيرفكت وتنباع ما بين ال 25000 دولار وال 28000 دولار تقريبا مستعملة وماشي، خلينا نقول 30000 مايل 20000 مايل، كلش اقتربت وقلبي قام يدق، وصلت 112. السيارات اللي اشوفها بالاوكشن او اختارها من الاوكشن هي كلها رن اند درايف اختارها، وانشورنس، واختارهم حديثات، واختارهم الشيء اللي انا احبه اللي هو للاسف غاليات بس يستاهلون، لانه لما تصلحهم وراها تبيعهم تربح بهم هم ربح كلش حلو. نفس الوقت انا احب السيارات حديثات واحب السبورت والى اخره، واكثر شيء يغريني بالسيارات هو شكلها الصراحه، فهاي من السيارات اللي شكلها كلش يعجبني. فران اند درايف هذا كلش مهم تشوفه بالسياره، انه السياره تشتغل وتمشي تقدر تسوقها حتى، يعني اقدر اروح اني اسافر لنورث كارولاينا واجيبها من هناك، اجي بها سياقه بس لازم تصلح، فاقدر خب اروح هناك واصلحها وبعدين اجيبها ارجع بها لتكساس بدل ما ادفع 600 دولار الواحد هو يجيب لي اياها لهنا. فهاي الخطه عادي هم انا ممكن اسويها. طب خلاص هاي وراها باذن الله انتهى، بسم الله الرحمن الرحيم. او ماي جاد، حاليا دي يزايدون. اوف وصلت 14300، اوف 15000، نو مستحيل. اتصور اني اعلى شيء حاليا مزايد عليها شباب، بسم الله زايدت عليها من جديد شباب، قلبي دي يدق. بعت اشتريتها، اشتريتها عذب الشطرنج، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله قلبي دي يدق، والله انا تعبان اصلا، ما نايم زين، ماني متزين على مودها، بس اشتريتها ما اعرف هل كانت خوش شروه لو بعد، ما اعرف انا ما اعرف، بس تجربه. بسم الله اعوذ بالله الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله الشيطان الرجيم، بسم الله.
اللهم اجعلها خير يا الله يا رب. يعني دعيت وصليت واشتريتها بعد ما ادري ان شاء الله يا رب خوش سعر ان شاء ما ادري ما اعرف ان شاء الله خير ان شاء الله خير. راح احكي هسه صديقي قبل اتصل له واقول له انا اشتريت هاي يقول لي شلون رايك زينه مو خوش سعر خوش سعر. المهم انه كلين تايتل هاي كلش نقطه تلعب دور الواحد ما يحطها بباله لما هو بده يزايد. كلين تايتل تنباع اسرع بهوايه لان ما مدعومه او يعني دعمتها تكون اخف وقصه طويله. يا ترى شو وقت راح توصل ايش قد التكاليف الزايده عليها راح نصرفها؟ انا احط لها فوق ال $4,000 فوقها. ربحها راح يكون قليل بالنسبة لي سيارات غالية. الربح راح يكون فقط كم $1,000 يعني 1,000-2,000 دولار ورا تعب ورا تصليحات ورا وقت اللي هي ما تستاهلها بس أنا لأن أحب السيارة فما عندي مشكلة. هسه هنا أروح على الوين فيكلز اللي هي الفيكلز اللي أنا ربحتها لازم أدفع توتالز. أوه ماي جاد أخ والله مبلغ كبير للعلم بيجي يعني بأمريكا ويجي سيارات مضروبة. أوه ماي جاد غالية كلش. حسب حساباتي المخربطة بالنهاية ممكن تطلع واحد إنه ورا ما أصلحها وأتعب ولي المصلح ورا ما توصلني فكو فرق كبير. لو تصير ريبلت ما كان اشتريتها بس ما طول هي كلين إنه ما مسجلة مدعومة فهمتوا. فهي كلش تلعب دور لما واحد يريد يشتريها هنا بأمريكا إذا سالفج يقوم يدور يدوخه وهي اصلا دعمتها جدا بسيطه لذلك اصلا ما مسويها ريبلت بقت كلين جديده يعني كانما ما مدعومه. فاني اصلحها وما اغش البايع اقول له هاي كانت دعمتها هاي الصوره اذا تحب اذا يعني راضي يشوف الصوره. واني اصلا ما مخطط ابيعهم اني اتونس بيهم 6 شهور سنه اخذها يعني ارتاح بيها اغير جو واصور بيها تجربه جديده بالحياه تجربه جديده بالبيع والشراء على الانترنت سيارات مدعومه وبعدين نتعلم ونصير افضل ونربح. هذا كل شيء ان شاء الله تونستوا بهاي التجربه البسيطه الفريده اللي دا اشاركها وياكم. وهذا بزنس جديد انا دا احاول ادخل عليه او اجربه والله يوفقنا يا رب ان شاء الله. اما الان راح اشوف فيديوهات عن السياره اللي اشتريتها اللي هي انفينيتي 2017 Q60 بريميوم 3.0 حجم المحرك وتوين تيربو. اول مره اشتري توين تيربو وحتى اتحمس اني ودا يعني اتحمس لها اكثر فاشوف فيديوهات اكثر وشرح وشي. فهي نفسها ماتي اللي انا اشتريتها شوفوا شكلها من ورا كلش حلو هذا اكثر شيء خلاني اشتريها للاسف. ما شاء الله لا قوة الا بالله. هذا بالنسبة للمحرك من الداخل توين تيربو V6 من الداخل جدا جدا حلوة ولكجري يعني كانها الاكزيست بس طبعا اكو سيارات احسن واكو ارقى والى اخره لكن ان شاء الله ان شاء الله يا رب تكون خوش صيدة. بعد انا ما اعرف صراحة ايش راح يصير ويانا وش شلون راح توصل وما ادري ان شاء الله يا رب تكون بيرفكتو. بها تكنولوجيا حلوة همينة بالكراسي حسب اللي دا اشوفه ووسع بها وسع يعني الاشخاص اخرين يعني الاربع اشخاص تكفي حلو. هي الانفينيتي هي اللكجري كارز مال نيسان يعني مو نيسان اكو شركة شلون هسه لكزز اللكجري مال تويوتا يعني ارقى سيارات مال تويوتا هي لكزز شركة ثانية فتحوها او اسم ثاني سووه. نفس الشيء الانفينيتي هي ارقى شيء من سيارات النيسان. هاي الداخل مالتها من جديد ان شاء الله راح تشوفوه كله لما توصل ونشوف اذا وصلت بسلام شنو قصتها من الداخل يجوز نلقى بها مشاكل يجوز وسخه ما ادري شلون راح تكون. فحلوه والله ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا الستيرن مو كلش انا عاجبني بيها بس اتس اوكي اهم شيء شكلها الخارجي وسلاستها واللكجري اللي بيها يعني اللي هي الاشياء اللي بيها الدقام التكنولوجيا العاليه السرعه هاي السوالف كلها تجربه جديده همينه سياره جديده. فهذا الشيء انا يعجبني انه اجرب اشياء جديده بالحياه وياكم ونتونس بيها وممكن نخسر بيها وممكن نربح بيها انا ما يهمني. فمثل ما انتم شايفين هذه السياره لقطات خارجيه وداخليه وما شاء الله بس واو السلام والله حلو تحمست لها الصراحه كلش تحمست لها. ان شاء الله يا رب وقتها نلقى لها قطعه رخيصه قطعه زينه لان قطعها غاليه. واو المنطقه بعد احلى من السياره يمكن نسافر بيها حتى ليش لا نسافر بيها نتونس بيها يعني نطلع روحها قبل ما نبيعها يعني. والانسان دائما يجرب وياخذ شيء ويبيعه يعني نحن نتجه الى الافضل دائما. اول سياره بامريكا كانت اللي هي الكامري سولارا تو دورز اللي هي سبورت وكونفرتبل ينفتح وقت اشتريتها ب $4,000 او $5,000 ما تنباع ب 3000 ما تنباع يعني ترى رخيصات هي هاي. فهسه شوفوا الحمد لله وين وصلنا للسيارات الراقيه الحلوه انه صعب واحد يجيبها الا اذا اشتغل هوايه وتعب. فالحمد لله وصلنا لهيك مرحله وان شاء الله يا رب باذن الله نظل على الطريق المستقيم نظل نحو الافضل ونوصل لمراحل بعد اعلى واعلى يا رب. وصدقوني ما وصلت لهاي المراحل لولا النصايح اللي انا كنت اقولها من قبل 4 سنوات بالفلوجات مالتي من بدايتي باليوتيوب انه هالنصايح انا كلها مشيت عليها يلا وصلت لهاي المرحله اللي هي عدم الاستسلام طاعه الله الالتزام سوالف هوايه هي اللي خلتني اني اوصل لهاي المرحله ولا كان حالي حال غيري افشل واستسلم والى اخره. ان شاء الله النجاحات اللي حنحققها بالايام الجايه اكثر واضعف يا رب. اكيد لا تنسون الاشتراك واللايك لهذا الفيديو يعني.
يعني. فاتصلت على احمد تشوفوا اني شو مسجله، احمد الخفاجي اخو يوسف يشتغلون بسيارات ويوتيوب، سيارات بيع كوبارت. والى هنا كانت نهايه هذا الفلوج، مستمرين نحو الافضل مثل ما انتم شايفين. دم منتج دنا نشتغلكم على فلوجات مال السفر، شغلات اسطوريه، خون فشاريه، سيارات جديده، شغلات كلش كلش راح تعجبكم، ومفاجآت بالطريق ان شاء الله يا رب. كل الاقوله من بديت باليوتيوب والى اليوم بنهايه كل فيديو وبكل حكي، مستمرين ونحو الافضل. اسعد نفسك بنفسك، دمتم في امان الله. لا تنسون اللايك، الاشتراك، كل شيء اسفل الفيديو، القناه الثانيه، الانستغرام، كل شيء جوا الفيديو. وبس آية، مع السلامه. اتمنوا لي الخير واتمنى لكم الخير، وباي، سلام.